أحسن الله إليك. يقول السائل: في هذا اليوم بعد صلاة الاستسقاء قام بعض المصلين يصلون صلاة الضحى، والسؤال: هل صلاة الاستسقاء تكفي عن صلاة الضحى؟ لا، صلاة الاستسقاء للاستسقاء، صلاة الضحى في مكانها، ولكن لا ينبغي أنهم يصلون بعد صلاة الاستسقاء، يصلونها إذا خرجوا في بيوتهم أو في مكاتبهم، لئلا مثلا يغر الناس ويقولون هذا من الاستسقاء وهذا، ويصير سنة فيما بعد، تجنبون هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها في العيد، والاستسقاء مثل العيد، مثل صلاة العيد، في قالوا حكمها في موضعها ومكانها كعيد. نعم.